Hello again. درسنا اليوم عن الفرق بين the present perfect and past perfect. من أهم الدروس اللي بياخدوها التلاميذ، والحقيقة دائما بلاحظ إنه في عندهم صعوبة باستعمال the present perfect وال past perfect. Okay, let's get down to it. The present perfect تأليفه كتير سهل، بدي verb to have يعني have أو has plus the past participle of any verb. يعني بدك ال have وال has مع ال past participle لأي verb. هلا الأفعال اللي بيعرف إنه ال past participle هو نفس الشيء بالنسبة للأفعال العادية اللي هن حوالي 33 ألف verbs باللغة الإنجليش فيه 33,000 verbs هن بياخدوا ED يعني مثل play, played, played ما هيك؟ dance, dance, danced بقى السوبر باس والباست بارتيسيبل هو الشق الثالث نفس الشيء، ولكن بالنسبة للأفعال الشاذة اللي هن حوالي 336 verbs بالأفعال الشاذة هن مثل لنقول go, went, gone, do, did, done ما هيك؟ يعني think, thought, thought لنقول drive, drove, driven, give, gave, given الثيرد دائما الكولم الثالثة، اوكي؟ مثل verb read هو نفس الشيء بينكتب ولكن باللفظ read يعني read, read, read، اوكي؟ بهالجملة عملوا I have read the first three chapters of the book. هلا راح اعطيكم اياها من الاخر لتكونوا مرتاحين جدا بفهم الفكره. اللي بيعرف لغه عربيه ولغه عربيه فصحى البريزنت بيرفكت هو اللي في كلمه قد او لقد بالجمله، يعني I have read the first three chapters. انا قد قرات اول chapters من الكتاب. لقد قرأت يعني لحد هاللحظة، لأنه الحقيقة في كتير أساتذة بيشرحوا وكتب بتشرحوا، ولكن الفكرة بتبقى معقدة شوي وبحس أيام التلميذ ما لها وضحت له. مثل ما قلت اللي بيعرف عربي منيح كل شيء فيه جمل لقد أو قد، وأكيد اللي بيستعمل لقد يعني إذا أنت عم تسأل عن شخص كان موجود بالغرفة، طلعت وفت رجعت على الغرفة ولم تجده وما لقيته للشخص ما هيك؟ وسألت عنه شو بده يقول لك؟ بيقول لك he has left okay the room أو he has just left the room لقد غادر ترك الغرفة هلأ أوكي okay. إذا بدنا نقول he left the room معناتها بتكون صار simple past من دقيقة أو اثنين وثلاثة صار من وقت بالماضي، ولكن إذا هلأ ترك يعني حتى باللغة العامة اللهجة اللبنانية نحن نقول وين فلان هلأ ترك أوكي عم ننطرين حدا ليوصل ووصلوا فتحوا باب السيارة ونحن عم نشوف عم طلع عليهم لنقول نقول they have just arrived لقد وصلوا للتو بالفصحى بيقولوا لقد وصلوا للتو يعني هلأ وصلوا باللغة العامة أوكي. لكن إذا أنت عم تعمل شيء وهلأ خلصت منه ما فيك تقول أنا انتهيت منه، تقول أنا I have just finished studying أنا هلأ خلصت درس. ففرق كبير بين أنا خلصت درس من شي ساعة وهلأ خلصت درس. رح ننتقل لأول جملة مثل ما قلنا قريناها وقلناها I have read the first three chapters of the book أنا لقد قرأت أول يعني أنت هلأ ماسك الكتاب سكرته يمكن حدا عم يسألك شو وين صرت تقول له أنا لقد قرأت أول ما فيك تقول له قرأت ماضي لأنه هلأ الكتاب بإيدك وأنت هلأ سكرت الكتاب أوكي. هلأ لو بعد دقيقة دقيقتين حدا عم يسألك إيه بحق لك تقول أنا I read مش I have read، لكن ال present perfect هو action بيبتدي من الماضي وعم نحكي عنه بهاللحظة. لاحظتوا كيف أنا رسمت لكم شادي بسموه timeline أوكي ما له علاقة بالfuture. ننتقل لل past perfect رح هينا عليكم كتير كتير، وهلا في تلاميذ يمكن عم شوف البسمة على وجه بعضكم رح ترسم بسمة هلا بعد ما أشرح لك هذا. هلا بما أنه هذا لقد أو قد لنا لقد غادر لقد انتهى لقد ابتدأ، حتى إذا قلنا هلا بلشت شتي نقول it has just started raining لقد ابتدأ المطر هلا ابتدأ اوكي. طيب الباست بيرفكت هيدا بالعام عفوا باللغة الفصحى كنت قد وكنا قد وكنتم قد وكانوا قد بمعنى كيف يعني اذا قلت انا the plane had taken off by the time he got to the airport الطائرة كانت قد شفت كانت قد اقلعت اوكي taken off أقلعت بالوقت اللي أنا عفوا هو وصل على المطار لكن الباست بارتيسيبل الحقيقة ما فينا نستعمله لحاله بده يكون في معه حدث تاني والحدث التاني اللي بعده بيكون هو بالباست دائما أوكي. بنبتدي بالباست بيرفكت نوصل لحد الباست ونحن عم نحكي عنه هون. يعني إذا لاحظتوا هو وصل على المطار الساعة واحدة ولكن الطائرة أقلعت الساعة 12:30 اتأخر لوصل على المطار بيقول the plane had taken off by the time he got to the airport بيقولوا إنه الطيارة كانت قد أقلعت بالوقت اللي هو وصل على المطار. هلأ باللغة العامة وحتى in America
ما كل العالم بتحكي صح، ما كل العالم بتستعمل الباست بيرفكت. في ناس كتير بتستعمل هون السيمبل باست، انه بعقلهم انه الطياره اقلعت لما هو وصل المطار، لكن اثنين بالماضي بيقول اثنين بالسيمبل باست. نو 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 نو، الشغل الصح بتكون عندك اول حدث هو بالباست بيرفكت، وثاني حدث هو بالسيمبل باست. على 12 ونص كانت الطائره قد اقلعت، ونحن هو وصل على الساعه 1 على المطار، ونحن هلا بهاللحظه عم نحكي عن هالموضوع هيدا. اوكي بقى، لكن البريزنت بيرفكت قد او لقد، لقد غادر، لقد وصل للتو، لقد انتهيت من عملي في هذه اللحظة، هلأ انتهيت أو هلأ ابتديت حتى. والباست بيرفكت صار كنت قد وكنا قد. هعطيكم جملة أخيرة، أنا ما فيني أقول I had studied English for 2 years واسكت، كنت قد درست اللغة الإنجليزية لمدة سنتين. طيب ولا عم تقلنا هيك؟ لازم بس إذا قلت أنا I had studied English for 2 years before I moved to America أو Canada أو Australia. لكن كنت قد درست اللغة الإنجليزية لمدة سنتين قبل أن سافرت إلى أمريكا أو كندا أو أستراليا أو أي دولة من هالدول هنا. بتمنى الدرس كان واضح. إذا عندكم أي كالعادة أي أسئلة، you know where to post them in the comment section and I'll be more than happy to answer all your questions. Until then, okay, hopefully يكون عندنا فيديو جديد قريبا جدا. And we'll talk soon. You take care of yourself. Bye-bye.